جوه وبره فرشتلك وانت مايل وايه يعدلك. هو انت يا ستي انت مفيش شغلانه تانية غيري انا؟ ما تشوفي لك اي شغلانه تانية. من بكره هاخد مضرب التنس واروح النادي عشان اتهولي شويه. اه بالمره كمان اعمل لك اشتراك في الجيم عشان تنزلي الدهون اللي انت فيها دي. جيم؟ جيم ده للمفشولين، انما غصن البان اللي قدامك ده يروح يعمل ايه؟ بس العينين اللي تقدر. تمام هخش انام عشان اقدر. الباب بيخبط. حاضر. لما انا عندي. طب روحي تسبقيني وانا هامن على الراجل واجي وراك على طول. ماشي يلا. يا هيما والله البيت كان وحشني مع اني ما كنتش طايقاه في الاول. طب وانا اروح فين ان شاء الله؟ ايه؟ اتصرف يا طارق، انت دلوقتي عندك فلوس كتير وده بيتي وعقده باسمي. تمام ابراهيم بيه، الصبح ان شاء الله هتكونوا فاضيين. لا هيما بليز، انا قلت دلوقتي يعني دلوقتي. ما اقدرش اقول لها لا. اعمل ايه؟ مش فيها روح. وانا مش همشي غير الصبح. لا ما فيهاش صبح، مش مشكلتي. عينيا امرها سهل. انت اللي جبته من نفسك. ايوه يا شعبان، عايزك في شغلانه صغيره في شيء طارق. اعتقدش الحكايه تستاهل راجلين. كفايه انت. سلام. شعبولة حبيبك جاي لك. جوه في الاوضه بس مش عايزه لابش. فيلي ايه يا اختي؟ ده اللبش انت اللي اخترعتيه. المعلم شعبان لو عرف هيسود عيشتك يا مالي، خصوصا الشغلانه معموله محب. ما تخافيش، هما كلمتين هحط عليها في راسي. اهدي بقى. طب يلا انجزي. ازيك يا مزتي؟ الحكايه اللي بتقوليها دي صعبه. هي ايه اللي صعب؟ يعني انا مثلا لو قلت لك عايزه اروح المريخ تقول لي صعبه، لكن دي حاجه بسيطه. بعدين يا هيما هو انت في حاجه صعبه عليك؟ تعرفي الحكايه هيبقى شكلها لطيف. انا موافق، بس ده مش معناه انك هتقعدي هناك. ما اقدرش اسيبك ابدا يا هيما، الا بقى لو انت